هذه هي الصورة في بغداد مع بدء العام الدراسي الجديد. 7000 طالب توجهوا إلى المدارس في أجواء من الترقب والزحامات الخانقة، ويتخوف الأهالي من استمرار القطوعات في الشوارع التي تعطل الطلبة عن وصولهم بالوقت المحدد. بدأ الدوام مال المدارس وإحنا الخطوط دا نتعذب من وراء الزحامات. الزحامات بكل مكان، وين ما تروح الزحام. يعني إذا تجي على هذا الشارع مال هذا مال الجسر ازدحام، تروح على مال البنوك نفس الشيء ازدحام. يعني تحير منين تجي من ورا الزحامات. ويؤشر أولياء الأمور ضعف الاستعدادات الوزارية التي تتعلق بمعالجة الاكتظاظ في الصفوف وتهالك الأبنية المدرسية، ما دفع الكثيرين إلى تسجيل أبنائهم في المدارس الخاصة التي زاد الإقبال عليها بنسبة 60%. الاكتظاظ المدارس الحكومية، الزخم الحاصل بها، أبنية متعبة يعني متهالكة، خلينا نقول جزء منها، هذا اللي دفع ولي الأمر أن يقبل على المدرسة الأهلية ويفضلها. يعني هسه مثلا انت تاخذ مثال ليش المتميزين مثلا له خصوصيه، مثلا كليه بغداد له خصوصيه، يقبلون المعدل بال 90 او 95. يعني يفترض مدارسنا واحنا دوله غنيه يعني بثرواتها، ومع هذا وزاره التربيه تعتبر اغنى وزاره الان، ولكن تفتقر الى مدارس كثيره هي اصلا يرثى لها. كرفان للطالب، لو غرفه وخالي بالهذا مسوي لي اياه مدرسه، مسوي لها كرفانات والمدرسه ما تمواقعه، زين ليش على المصرف؟ المدرسه نفسها هي عيدها. ويقول مراقبون ان اقتران عوده العام الدراسي الجديد بالزحامات في شارع ابي نؤاس والكراده وساحه عبد المحسن الكاظمي وجسري الجادريه وملعب الشعب امر لا يمكن مروره بلا ملاحظه على الاقل من السلطات التربويه والمعنيه بتنظيم السير. الشرقية نيوز، خطاب عادل، بغداد.